أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم الله صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أتقدم إلى جميع سادتي ومشايخي الأعزة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ميلاد سيدتي وسيده نساء العالمين فاطمه الزهراء سلام الله عليها وحفيدها الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه الحديث عن البحث المعرفي حقيقه يكون ذا شعوب وذا شجون وبالاخص اذا اصبح في حوزه هي اكثر الحوزات ارتباطا وتعلقا والتئاما مع البحث المعرفي اي في حوزه العقيده في الحوزات العقديه ولو كان من المؤسف ربما ما نلاحظه في الميدان وعلى الساحه القضيه متفاوته عاده المتكلمون يبداون كلامهم تيمنا تشرفا واقتباسا واستثاره من اعظم الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ولو اردنا ان نختار ايه لربما كانت من اجدر الايات قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون انا لست في صدد التعمق في بحوث ربما لا يسعها الوقت او تتوقف على مقدمات علميه ربما بعضنا لم نتمكن من هضمها ولكن سادتي الاعزه لا يمكن لإنسان عاقل أن يبدأ مشوارا أو مشروعا إلا إذا كان ذا تخطيط وذا منهجية فقدان التخطيط وفقدان المنهجية مهما كان المشروع عظيما يؤدي به إلى أتعس أنواع الدماغ والفشل ربما الانسان في مسائل اعتياديه او بسيطه من دون ان يكون له غايه عقلائيه متميزه او منهجيه معلومه يدخل فيها ولا ينظر بضرر كبير ويعتبر من فوات العمر او من ضياع العمر ولكن اذا صار المشروع مشروع عظيم سواء في الساحة الاجتماعية سياسيا اقتصاديا أو في الساحة الفكرية علميا إذا فقد المنهجية في الواقع لم يستقبل إلا الفوضوية يعني نحن لم نتمكن أن نجد شيء مقابل للمنهجية إلا الفوضوية الهمجية هذا الذي من المؤسف اليوم نشاهده قد تسلط على الفكر في العالم المادي في العالم التجريبي يظهر في مظهر باسم التعددية كالبلغالية في مظهر يظهر باسم الإنسانية في مظهر يظهر باسم مثلا فلسفة حب الذات أو حب الانتفاع أو حب اللذات وإذا في النهاية يؤدي إلى تحكم ماكيافيلي في الواقع في جميع الساحات يعني نحن الماكيافيليه مو لازم نلاحظها فقط في الجانب السياسي او في الجانب الاجتماعي حتى بالجانب الفكري اذن نحن في الواقع امام حقيقه متبينه متميزه اسمها العقيده العقيده التي اول ما جاء بها الانبياء واول ما نزلت بها الكتب انما تدعو الناس الى تصحيح العقيدة يعني عقيدة فاسدة تصحح بواسطة الكتب السماوية والرسل الإلهية فيظهر رجل يدعي بأنه نبي فبأي أداة الناس يسلمون ويؤمنون ويقبلون دعوة المتنبي أول سؤال يعني الآن لو ظهر إنسان في مدينة قم وادعى النبوة نحن على اي خلفيه واي اساس نعالج هذا الادعاء؟ هل خلفيه دعائيه اعلاميه التي تفند وتكبت كل شيء لا يوافقها في مصالحها واهدافها او لا ناخذ موقف عاطفي كموقف العجائز يتقبلون كل شيء يلائم طبعهم ويلائم ذوقهم فنتقبله فنكون كالهمج الرعى أو لا بد أن يوجد شيء معيار هذا المعيار لا بد أولا أن يتمتع بأنه قد يشترك به جميع من أُرسل النبي لهم يعني لا يُستثنى أحدٌ منهم ولهذا تلاحظون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعرض الإسلام على أي صبي إلا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لأنه كان يتميز بهذا الأمر وهو العقل ولم يقبل بيعة أي صبي إلا بيعة الحسنين صلوات الله عليهما هذا باتفاق التاريخ سنة وشيعة لأن الطفل لا يتمتع بالعقل الطفل ربما يتمتع حتى في سن المراهقة بكثير من الأشياء أما العقل مو موجود فيه ولهذا التكليف قد رفع عن الطفل فإذا لا بد أن توجد معايير هذه متواجدة في جميع الناس القرآن يعبر عنها بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ولكن نحن لا بد أن نحور الفطرة ماذا يقصد بالفطرة؟ نحن لسنا باطنيين أو نأتي بتفاسير ما ورائيه بتفاسير فلكيه ليست لها مصداقيه في الواقع ولا يمكن اثباتها باي برهان لا منطقي ولا عقلي هذه الفطره التي فطر الله تعالى بها جميع الناس ما هي نحن في الواقع اليوم نشاهد ان الحوزات العلميه الشيعيه قد تميزت بالفقة حتى أنها تتمكن أن تدعي بصراحة وبجرأة أن لها كل ما يكون حلاً لجميع الأزمات والشبهات والإشكاليات الفقهية مع تعدد أنواعها وصنوفها في العصر الحاضر مع تجدد وتزايد الموضوعات المستجدة من دون ان تتشبث لا بالقياس ولا بالاستحسان ولا المصالح المرسله ولا سد الذرائع يعني مع اغلاق باب الراي تماما والا ما كان ادعاء مهم لماذا؟ لما تتمتع به المدرسه الفقهيه من منهجيه قويه يعني انما ميز مدرستنا الفقهيه بالنسبه الى سائر المدارس الفقهيه المنهجيه الموجوده فيها وهذه المنهجيه التي نحن نعبر عنها بالمنهجيه الاصوليه اصول الفقه الذي ابعد الفقه عن الذوقيات ابعد الفقه عن مساحات الراي كما كان عليها سائر المذاهب غير تابعي مدرسه اهل البيت صلوات الله عليهم واليوم نشاهد نحن في الصحف في المنابر في المؤتمرات انهم لما يريدون ان يشيروا الى فقه متطور ذات اسس ثابته يشيرون الى فقه جعفر فحديثنا الان في اصول العقائد لماذا نحن في اصول العقائد لم نبلغ الى هذه المرتبه السؤال البسيط الذي يطرح نفسه نحن ما درسنا شيئا الا وعلمنا قبله بادوات واليات الانتفاع من ذلك العلم الذي قصدنا دراسته ولهذا دائما سبق دراسه الفقه دراسه اصول الفقه يعني دون علم باسم علم اصول الفقه حتى نتمكن بواسطة ذلك العلم أن نصل إلى مغزى الفقه وكيفية التوصل إلى الفتاوى الفقهية. وهذه المقدمة كانت ذات شعبتين. الشعبة الأولى اعتقادية وهو الإيمان بأن الفقه الذي نحن نأخذه انما نأخذه من أناس كما ان جدهم ما ينطق عن الهوى هم ايضا لم ينطقوا عن الهوى كما ان رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن كلامه الا ان هو الا وحي يوحى هم ايضا كلامهم لم يكن الا من مصاديق ما برح لله عزت الاؤه في البرهه بعد البرهه وفي ازمان الفترات عباد ناجاهم الله في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظه في الاسماع والابصار والافئده نؤمن بمبدا انهم هجم بهم العلم على حقيقه البصيره وباشروا روح اليقين هذا مبدا عقد ولكن من ناحيه ثانيه ناتي في مفردات وعناصر نبحث عنها ربما بحثنا الاصولي احيانا يطغى على بحثنا الفقهي حتى نتقوى في اي شيء ولهذا لم نسمع ان شخصا بلغ مرتبه الاجتهاد من دون ان يكمل دوره اصوليه ولكن ربما الكثيرون قد بلغوا مرتبه الاجتهاد وهم لم يكملوا دوره فقهيه هذا لا لكون الدوره الفقهيه تطول عشرين سنه لا يعني من دون تكميل دوره اصوليه كامله اصلا مستحيل ان الانسان يصبح فقيه ويصبح مجتهد هذا ما يبين اهميه علم الاصول والا كنا نقع في متاهات كما وقع البعض من الجمود والركود في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر باسماء مختلفه وانواع مختلفه هل في الواقع الجمود الفقهي الذي واجهته المدرسه الشيعيه اوان القرون العاشره والحادي عشر ايضا قد اصاب المدرسه الاعتقاديه في الشيعه واذا كان قد اصابها مذ اي عصر اصابها قلما نحن نسمع اصوات ممن تسمع كلمتهم في الحوزات العلميه بنوع ما يعبر عنه بتمرد او مروق عن الاسس الفقهيه، يعني حتى الذي يريد ان ينادي بمدرسه متطوره في الفقه ياتي بالاصول الاصوليه ولكن من المؤسف نشاهد ان مجال العقيده مفسوح لا لعلماء الدين فحاسب، حتى ربما بعض الذين لم يدرسوا دروس حوزويه. لانه حفظنا كم بيت وكان عنده نغمه حلوه فصار رادود صار مداح، واذا نشوف هو من عنده يتفلسف ويقدم للناس اصول اعتقاديه يعني يعلم الناس اشياء ما انزل الله بها من سلطان ويتجرا من دون ان يواجه، من دون ان يجابه. فتح المجال امام تيارات متعدده اعتقاديه ولما ندخل في جذورها نشاهد انها 99% منها فاقده المنطق يعني انما منطقها منطق مستورد، المنطق المستورد هو المنطق الجدلي، المنطق المستورد هو المنطق الهمجي، المنطق المستورد الذي يؤمن اصلا اصله الاول بعدم وجود شيء ثابت في العالم. يعني قضية ثابتة لم توجد حتى اثنين في اثنين لم يكن ثابت نتاجه أنه أربعة يعني ذلك الذي لا يؤمن بمبدأ الثبات وأصوله تكون متكونة على بذرة التغير والتبدل والتجدد بس أحيانا تظهر في صورة المدرسة التعددية البلورالية أو تظهر في مدارس أخرى ثانوية ولكن نحن نشاهد اننا اذا اردنا ان نجابههم نجابههم باي اليه باي منطق باي اسس وهذا في الواقع لم يكن الا ابتعادنا عن البحث المعرفي البحث المعرفي انما يكون منطقا عقليا وعمليا لكل من أراد أن يدخل في الحقول الاعتقادية في شتى مجالاتها أنه كيف يدخل يعني أنتم اليوم لما تدرسون كتابا قد كتب والحقيقة أنه من أحسن ما كتب في هذا المجال قبل أربعين سنة كتاب السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر على الله مقامه فلسفتنا على حسب الحاجات التي كانت انذاك للمد الشيوعي والمد الماركسي والمد التجريبي للفكر الذي قد كسح العالم الاسلامي بل اكثر مناطق العالم يعني لما يدخل في نظريه المعرفه لم يكن الا لكي يبين لنا اننا نحن في اي مجال نتمكن ان نستعين باي اداه الإنسان ما يتمكن أنه ينكر دور العين ولا يمكن أن ينكر دور الأذن أما المسموعات لا ترى بالعين والمشاهدات لا تسمع بالأذن إحنا من المؤسف عندنا إفراط وتفريط إذا واحد إجا بيّن فوائد العين قالوا إنه أنكر السمع وقال لا بد للناس أن تغلق أسماعهم وإذا شخص جاء وبيّن فوائد السمع قالوا إنه يريد من الناس ان يكونوا عميا. ما يسمعوه لا يمكن ان يدرك بالبصر وما يبصر ما يمكن ان يدرك بالسمع. نحن لا يمكن ان نستغني من هذه الامور. لماذا في الحوزات العلميه لا يوجد لدينا درس باسم دارس اصول العقائد؟ نحن انما نلقن بنفس العقائد. مع أن علماء الأصول أعلى الله مقامهم يعني أنتم ارجعوا إلى الكتب الأصولية يعني من زمن الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه صاحب الهداية وتعالوا إلى زمن علمائنا الماضين كالسيد الإمام رضوان الله عليه سيد الخوي على الله مقامه كلهم في كتبهم الأصولية قد بحثوا هذا البحث مثلا أنه هل يمكن أن تكون الإمارة حجة لإثبات العقائد أم لا ولو ليس محله اصول الفقه ولكن نلاحظ انهم تطرقوا في هذه المجالات هل يمكن ان تثبت العقيده بخبر واحد اصلا ما المقصود بالعقيده؟ حتى ناتي ونقول هل تثبت الفرق بين الحجيه الاصوليه والحجيه العقليه اصلا ما معناه انه نقول خبر الثقه حجه نعم حجه اذا اخبرني الثقه لابد ان تقتل نفسك اذا قتلت نفسي انا يوم القيامه اكون معذورا اذا الاماره قد اخطات، الحجيه بمعنى المعذريه هذه اصلا في القضايا النظريه كيف يمكن تطبيقها؟ يعني الان اذا قال لي الثقه ان الاله متعدد وانا امنت بان الاله متعدد يوم القيامه شو اكون معذور؟ ما معناه؟ يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا لتقديم الإمارات في هذه المجال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآباء ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني مثال هذا مثال أقيم الصلاة مثال آتوا الزكاة هذا لابد أن يدرس في مجال وحقيقة لولا وجود منهجية تعطي لنا أولا الصيانة يعني أننا لما ندرس الأصول نفهم أننا أين أخطأنا وأين أصبنا فهنا أيضا نفهم في المباحث الاعتقادية أين أصبنا وأين أخطأنا لا مانع نبحث هل الرؤية لها دور في العقيدة أم لا هذا الذي انتم تبحثونه تبحثونه في اول كتاب رسائل الشيخ الاعظم الشيخ مرتضى على الله مقامه في ان القاطع حجيته ذاتيه هل هذا القاطع الذي حجيته ذاتيه ايضا في علم العقائد ايضا يكون هكذا المشكله احنا احيانا على بعضنا تختلط حتى معنى الحجيه يا سادتي ومشايخي فهنالك حجيته ذاتيه باي معنى هذه غير الحجه المنطقيه، غير الحجه البرهانيه، غير الحجه التي قراتموها في حاشيه ملا عبد الله في الشمسيه في منطق الشيخ المظفر رحمه الله عليه. اين هذه من ذيك؟ والا اذا هكذا ربما الان اكثر النصارى قاطعون بان الله ثالث ثلاثه. وهل يتجرأ احد ان يقول بان هذه لها حجيه؟ مهما كان مصدر القاطع كما نقراه نحن في الاصول ولو كان بطيران غراب او لما يصير هذا مو مشكله نحن لسنا الان في مقام تقنين اصول ولكن نقول لا بد ان يوجد لدينا اصول معرفيه ممنهجه حتى نتمكن نحن عندما نظهر معتقدنا سواء في التوحيد أو في الأسماء والصفات أو في العدل أو في إثبات النبوة وامتدادها الإمامي والولائي إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة هذا ما نحن نعتقده يقيناً وبرهاناً وكذلك معاد يوم القيامة وباقي ما يرتبط ويتعلق به سواء كان من الكلام القديم أو ما يعبر عنه خطأ بالكلام الجديد انما يكون باصول. نحن توصلنا بتلك الاصول الى هذه النتاجات حتى انا اتمكن لما اخاصم شخص اخاصمه على اي معيار واي اساس. اليوم عندنا منطق اسمه المنطق الرياضي. اليوم الرياضي اذا كان في اقصى كندا او في اقصى اليابان لا يختلفان في مساله رياضيه. واذا اختلف يوجد معيار وحكم باسم المنطقه الرياضي كما ان الاصول لابناء المدرسه الاصوليه واصول الاصول لابناء المدارس الدينيه لانه احنا كما انه عندنا اصول الفقه عندنا ايضا اصول اصول الفقه يعني نحن في اصول الفقه ايضا نناقش من نناقش الاخباريين نناقش ارباب مدرسه الحديث نناقش الذين مثلا جاءوا وقد ادخلوا العاقل ادخالا غير طبيعي وغير مسموح ربما في بعض المسائل الفقهيه كابن جنيد الاسكافي على ما نصب اليه حتى تلميذه الشيخ المفيد يكتب كتاب غداً عليه. فلا بد في اصول العقائد ايضا ان يكون لنا برمجه منهجيه في هذا المجال ونحن نتمنى اننا نشاهد نحن لا أبناؤنا وأحفادنا أن يوما من الأيام كما أن كبارنا وعظماءنا حفظهم الله وأدام الله ظلالهم على هذه الأمة يتعمقون باحثين في بحوثهم المسمات ببحوث الخارج عن أصول الفقه يجعلون لنا دروسا في أصول العقيدة يجعلون لنا بحوثا في اصول الاعتقاد حتى اننا نتمكن ان نرجع العقيده الى ماواها الحقيقي اي الحوزه العلميه ولا تكون العوبه بيد اناس حتى اخرون يتجرؤون ويتهمون علماء كعلماء الحوزه بعدم الفهم او عدم الاجتهاد في هذه المجالات وانا لا اطيل عليكم إشكالية المنهجية أنا فقط أستند إلى قضية تاريخية كلكم ربما عشتموها في أيام لما جاء عبد الكريم سروش بنظريات مستوردة كنظرية الجابري كنظرية أرغون وأساتذتهما الماديين فطبعا الذي كان مبرز في الحوزة العلمية الشيخ المصباح حفظه الله فلا بد ان تكون مقابله بين هذين ولكن الشيخ مصباح عرض شرط والطرف الاخر ابى قال انت اول بين منهجيتك تؤمن باي منهجيه اذا اكبر عالم في اذا ابن سينا ايضا يجي يريد يناقش واحد ما عنده منهجيه ذاك الذي لم تكن له منهجيه يتغلب عليه كلكم سامعين قصه ذلك العالم وذلك الجاهل الذين تنازعا قال له انت ما تعرف الكتابة قال له لا اعرف قال له اكتب حية اكتب افعى ذاك كتب افعى والثاني رسم له صورة حية فلما عامة الناس لم تمنهج افكارهم الا على المنهج الماتريالي الا على المنهج الجدلي الا على المنهج الفيجوالي التصويري وإحنا نريد نبين لهم حقائق تجريدية عقلانية فإذا صارت المقابلة بين إنسان متعقل كابن سينا أو الفارابي وشخص تجريبي كشيخ صادق يقينا هنا الغلبة تكون لشيخ صادق والجمهور أي شيخ صادق ولم يكن إلا موقف جاهل إلا موقف جهلي لعدم تعميم المنهجية حتى بصورة إجمالية اما اذا رجعت الى الحوزات العلميه كعلم الفقه تماما وانا اعتذر من الاطاله واعتذر امام اساتذتي وسادتي في الواقع واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا ولو قد قضى زماننا ونحن املنا في الواقع بكم ان شاء الله ان نشاهد الحوزه تكون في جميع المجالات كما وعد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله في جميع المجالات تكون هي الرائدة وهي الأول وهي التي تكون صاحبة الزمام والكلمة النهائية وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال مولانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لهشام بن الحكم يا هشام لله على الناس حجتان حجة ظاهرة وهم الأنبياء ولا إم عليهم السلام وحجة باطنة وهي العقول يا هشام العقل رسول باطن والرسول عقل ظاهر في الواقع ان البحث حول معالم الحكومه العقليه وتشكيل الحكومه العقليه في مملكه الانسان هي من المباحث البديعه والضروريه والمصيريه والتي تعد مقدمه للحكومه العقليه في المجتمع البشري الذي يعيش فيه الانسان والمعبر عنها بالمدينه الفاضله او الحكومه المثاليه التي هي حلم الانبياء والاولياء والحكماء على مر التاريخ التي تعم فيها ال الحكمه والعداله حيث يكون الانسجام الكامل بين مملكه الانسان في الداخل والمجتمع الانساني في الخارج وهذا هو النظام الاصلح الذي من اجله قد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ولكن كمقدمه لمعرفه معالم هذه الحكومه ينبغي ان نشير الى معنى العقل الذي يترأس هذه الحكومه نحن طاره نقصد بالعقل ما به الادراك يعني ما به الادراك التصوري والتصديقي كما هو في الواقع هكذا وبناء على هذا التعريف يكون العقل هو الحاكم الاول والاخير في مملكه الانسان لا حاكم الا هو وهذا ما نسميه بالعقل العام عام 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 الذي به مطلق الادراك مطلق الاثبات والتصديق ولكن هذا العقل العام ليس هو مقصودنا بالحكومه العقليه بل نقصد العقل الخاص. ما هو العقل الخاص؟ العقل العام طبعا الذي يتضمن العقل الخاص دعنا نبين كيفيه عمله حتى نخلص في النهايه الى المعنى المقصود لنا من العقل الخاص. العقل العام بما هو الحاكم المطلق قد يحكم بنفسه وقد يحكم بالاستعانة بغيره من الأدوات المعرفية حكمه بنفسه كما هو الحال في القضايا الأولية كامتناع اجتماع النقدية لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بأي شيء وسائر الأحكام البديهية امتناع الدور امتناع التسلسل وقد يحكم بالاستعانة بالأدوات المعرفية المتيسرة له في مملكته التي حباها الله تعالى إياه في هذه الحياة الدنيا، فقد يحكم بالاستعانة بالحس، كحكمه بطلوع الشمس. العقل المنفرد لا يمكن أن يحكم بأن الشمس طلعة، ولكن بالاستعانة بالحس هو الذي يحكم، هو الذي يحكم للحس. بعد يتوهم أن الحس هو الحاكم، الحس مجرد ناقل، ناقل أمين لا حكم له، الحكم للعقل. كحكمه بطلوع الشمس. هذا حكم عقلي، ولكن بالاستعانة بالحس بالمشاهده او بالاستعانه بالتجربه كحكمه بان الحديد يتمدد بالحراره ان الاسبرين مسكن للصداع هذه هذا حكم عقلي ايضا ولكن بالاستعانه بالتجربه الحسيه لكن الحكم فيها للعقل ايضا وقد يحكم بالاستعانه بالوحي كحكمه بوجوب الصلاه عليه الذي حكم بوجوب الصلاه على الانسان هو عقل الانسان وان كان المنشئ الاول هو الباري سبحانه وتعالى الذي اوجب الصلاه ولكن الذي اوجبها على الانسان واوجبها على نفسه هو العقل ولا مو كل انسان يرى ان الصلاه واجبه من باب وجوب طاعه المولى فهو الذي اوجب الصلاه على نفسه ايضا تبعا بانشاء الشارع المقدس فهنا سائر الاحكام الشرعيه هي إن كانت منشأها شرعي ولكن الذي أوجبها وأوجب امتثالها على الإنسان هو العقل أيضا فهذا حكم عقلي ولكن لا بنفسه بالاستعانة بالوحي المقدس وهكذا إذا هناك نوعان من الحكم العقلي حكم مستقل بذاته وحكم بالاستعانة بالأدوات المعرفية الأخرى كالحس والتجربة والوحي وقد يحكم العقل حكما ظنيا وقد يحكم حكما يقينيا قطعيا هاتان المرتبتان للاحكام العقليه هي من اوصاف الحكم التصديقي العقلي التصديق اما يقيني او ظني حكما ترجيحيا وحكما قطعيا ننتقل الان الى الحكم القطعي توجهوا بالتدريج نصعد هذا الحكم القطعي للعقل قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا البعض يتوهم ان الانسان اذا اذا قطع بشيء او تيقن بشيء فهو صادق ليس هكذا كثير من اهل الملل والناحيه الفاسده عندهم قطع بعقائدهم مع كون عقائدهم كاذبه قطعا فهذا قطع كاذب هذا القطع الكاذب نحن نسميه بالجهل المركب لأنه جهل بالواقع وجهل بالجهل جهل مركب قطع كاذب هذا حكم عقلي أيضا وهناك بالنسبة للحكم آه اللي هو اليقين الصادق ننتقل الآن إلى الحكم اليقيني القطعي الصادق ينقسم إلى قسمين هنا نقطة هذه النقطة دقيقة توجهوا إليها جيدا هذا الحكم القطعي الصادق ينقسم إلى ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قطع صادق متغير وقطع صادق ثابت لا يتغير. القطع الثابت، القطع الصادق المتغير يسميه الحكماء باليقين بالمعنى العام أو شبه اليقين أو يسموه يقين العوام وهو مسطور في كتب المنطق. لكن ما هو المتغير هنا؟ المتغير هنا ليس الواقع، الواقع ما يتغير اذا كان هو صادق يعني مطابق للواقع، ده معنى لتغيره بعد. المتغير هو ماذا؟ نفس القطع، نفس اليقين، نفس التصديق يتغير. يمكن هذا؟ نعم. قطع صادق لكن في معرض التغير يمكن ان يتزلزل. كقطع عوام المؤمنين. المؤمنون مؤمنون بالتوحيد واحكام التوحيد والرسالة. قطع صادق ولكن في معرض الايه؟ التزلزل بدليل ان احنا العوام اذا اذا واجهوا شبهه من الشبهات يتزلزل ايه؟ اعتقاده احنا ليه؟ بندافع عن بنقوم بدفع الشبهات بمواجهه الشبهات حتى ما يتزلزل عقائد العوام عوام المؤمنين القاطعون العامي اذا عرضت له شبهه يتزلزل بلا شك تزلزل قهران الذل لماذا؟, لماذا سر ما في ماذا في هذا ما هو لأنه في اعتقاداته لا سيما الاعتقادات التفصيلية لا برهان عنده عليها وربما تكون دخلت إليه أو وصلت إلى مخيلته بالشهرة بالقبول بالأنس بالعادة فلما وصلت إليه بهذه بهذا الطريق كان في معرض له تزلزل بها. هذا يسمى باعتقاد العوام. أما القطع الصادق الثابت الذي لا يمكن أن يتزلزل هو قطع العلماء والمحققين قطع الحكماء. وهذا لا يسمى بالقطع البرهاني. يعني القطع المعلول للبرهان لا من الشهرة أو من الأنس والعادة أو المقبولية أو الخبر الثقة هذا قام عنده برهان هذا البرهان أمن له اليقين والصدق والثبات لماذا؟ لأن البرهان كما درستم في صناعة المنطق يعلم الأشياء من جهته عللها والعلة لا تنفك عن ال معلوم العله لا تنفك عن المعلول يعلم الشيء عن طريق علته يعلم حدوث العالم عن طريق علته وهو التغير مثلا يعلم ان الباري واحد من طريق علته وهو وجوب واجب وجوب الوجود مثلا فلما عرف النتيجة من العلة وصارت النتيجة معلول العلة في الواقع ونفس الأمر هذا الاعتقاد لا يمكن أن ينفك لأنه يلزم منه انفكاك العلة عن المعلول وهو إيه؟ محال لذلك يقول الفقهاء رضوان الله تعالى في علم الأصول أن لا تخصيص في الأحكام العقلية لماذا؟ لأن التخصيص عبارة عن إبقاء الموضوع مع سلب الحكم تخصيص عبارة عن هذا أكرم العلماء إلا النحاة يعني مع كون النحاة علماء لكن لا تكرمهم مع ثبات الموضوع وهو الع... أنه عالم لكن سلب الحكم هو الإكرام ثبات الموضوع وسلب الحكم لا يمكن أن يجري في الأحكام العقلية لماذا؟ لأن الموضوع علّة للحكم فسلب الحكم على الموضوع يعني سلب المعلول عن علته له التامه وهو محال، فلا تخصيص في الاحكام العقليه. هذا اي احكام عقليه هي الاحكام البرهانيه. وهذا العقل البرهاني هو العقل الخاص هو مقصودنا. لا مطلق الاحكام العقليه الاخرى التي لا قيمه لها بلحظ الكاشفيه عند الحكماء. هذا الحكم العقلي الضروري الثابت الصادق قطعي هذا هو الحكم العقل الخاص لا العقل مطلقة إذا هذه مرتبة من مراتب العقل وهذه التي لها القدسية لها القدسية بعد ولها العصمة وهي الميزان الذي لا ميزان غيره في مملكة الإنسان الميزان الأصلي هو هذا وهذا الذي هو مدح واشير اليه في الروايات الشريفه التي اشرنا اليها في 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 مقدمه البحث العقل حجه الله العقل رسول الله يعني معصوم بعد حجه الله رسول الله معصومان بعد الامام عليه السلام يقول له حجه الله رسول الله يعني معصوم وهذا شيء طبيعي العقل لكن اي عقل معصوم هذا العقل الظني هذا العقل الجاهلي هذا العقل الحسي هذا العقل الاستقرائي العقل العرفي هذه كلها ليست معصومه الذوق الاستحساني القياسي التمثيلي هذه كلها لا قيمه لها، احكام غير معتبره، احكام عقليه لكن ليست مقصودة ليست لها اي قدسيه. المقدس هو العقل البرهاني فقط وفقط الذي يفيد هذا اليقين الخاص الثابت. وهذا توجه جيد جدا، التشكيك فيه هو بعض الناس تاخذها العاطفه والتشكيك في هذا العقل وتقدم للاسف النقل على العقل. التشكيك في اصل التشكيك في الدين بعد لان هذا الذي به عرفنا الدين به عرفنا الله به عرفنا رسول الله به عرفنا الائمه عليهم الصلاه والسلام فالتشكيك فيه تشكيك فيهم اذا كذبت الشاهد اذا شككت في الشاهد, شككت في الشاهد شككت في الشهاده بعد احسن لا أنك تشكك في الشاهد مع الحفظ الشهاده بعد الشاهد مشكوك فالشهاده مشكوك ايضا فهذا معصوم بحكم العقل نفسه وبحكم الروايات التي ارشدت الى ذلك، روايات ارشاديه بلا شك. وهذا مقصودنا هو هذا. وهذا الذي ينبغي ان يشكل الحكومه لا غيره. هذا هو الميزان الذي ينبغي ان ننطلق منه. هذا العقل البرهاني طبعا الوقت ما يسعى للبحث في احكام العقل البرهاني بالتفصيل من اراد فليرجع الى كتب المنطق لا سيما برهان الشفاء الشيخ ابن سينا رحمه الله موجود اكثر نحن درسناه في اكثر من ثلاث سنوات كتاب مفصل في احكام صناعه البرهان لا يسعنا ان نحن نتعرض لها ولكن هو باختصار شديد العقل البرهاني ينطلق من قضايا بديهيه بينه او مبينه بهذه القضايا البينه يعني المبرهن عاهد نفسه وعاهد ربه ألا يؤمن بأي شيء إلا إذا. فطرة يعني الناس يقولوا فطرة يعني كأن الفطرة أمر خارج العقل. الفطرة هي العقل لكن في مرتبته البسيطة. الفطرة عقل. فطرة الإنسان هذه نفس وهي غريزة العقل. يعني العقل في المرتبة البسيطة الأولية البديهية. ليس هذا الذي يخاطبها الأنبياء عليهم عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الإنسان يعني يا فطرة الإنسان. هي هذه الفطريات القدرة البديهي التي لا تحتاج الى كتاب ولا الى مدرس، تدرك هذا، تدرك اندماج مع الناقدين لكل اعظم الجزء، تدرك حسن العدل وقبح الظلم بهذا المقدار الذي وهبه الله تعالى لجميع الناس، هذه الفطره، تُدرِك صدق دعوه الانبياء بنحو كلي. ولكن هذه الفطره اذا قمنا بانضاجها و هل تضحي العقل البرهاني؟ لا يعني الفطره هي اساس العقل البرهاني. الفطره هي البديهيات ونحن قلنا البرهان هو القائم على البديهيات ولكن يقوم بتطويرها بعد ذلك يعني ياخذ النتيجه الاولى يضعها مقدمه في القياس الايه؟ <لماذ> الثاني والنتيجه الثاني مقدمه في القياس الثالث وهكذا يبني صرح المعرفه على اساس هذا النظام. <مسورة> الله لا فاذا ما ما فاذا العقل الخاص والعقل العقل البرهاني يبتني على القضايا البينه بنفسها او المبينه بالبينه والعقل في مرتبته الاولى البسيطه اللي هي القضايا البينه حكماء وهذا الفرق بين المحقق وبين الانسان العامي ما هو مو في الفطره في العقل البرهاني اللي هو العقل الاستدلالي هذا يحتاج الى تربيه وتعليم بعد هذا مو فطره الله سبحانه وتعالى ما يخلق انسان عالم او انسان فقيه او انسان فيلسوف لا هذا يحتاج الى تربيه وتعليم بعد لكن يخلقه على الفطر بالتربية والتعليم في المدرسة يتحول هذا العقل الفطري بالتدريج إلى العقل ليه؟ البرهاني إذا سرنا على الصراط المستقيم كما هو بيّن في صناعة المنطق والبرهان هذا العقل البرهاني هو الذي له العصمة ولكن هنا يأتي سؤال هذا العقل البرهاني المعصوم هذا مقيد محدود أم مطلق؟ يعني مطلق يعني يمكن ان يحكم في جميع المسائل ويحكم على جميع المطالب بنفس القوه وبنفس البرهانيه ام لا؟ محدود حريمه خاص له حريمه الخاص الذي يمكن ان يعمل فيه بنفس هذا القانون، قانون البرهان. الجواب واضح ان العقل البرهاني محدود محدود. ولكن هنا توجه جيد جدا. العقل البرهاني المحدود اولا من الذي يرسم له حدوده والثاني ما هي حدوده هذان سؤالان ضروريان الان بالتدريج إن هذا حيث علي عليه تشكيل الحكومه <applause> الذي يرسم للعقل حدوده هو نفسه هو نفسه لانه عاقل هو يعرف حدوده، للاسف البعض أيضا نتيجه الجهل او الغفله يقول العقل حد هنا، هو من الذي يحكم الان؟ هي المشكله هي هذه مشكلتنا هي هذه بعض المتعصبين من الاخباريين والصوفيه والجهله والماديين يقول هذا العقل حد هنا، عقل قاصر، يا اخي هذا هذا حكمه، انت قلت العقل قاصر موضوع محمول. هذه القضيه الحمليه هذه من الحاكم فيها؟ احنا يعني حكمت بعضلاتك بشهواتك هذا الحكم ما هو منشاه احنا قلنا ان الحاكم المطلق هو الحكم اليه؟ العقل العام فاذا كان مقصودك ان العقل العام هو الحاكم العقل العام ما ينقد نفسه دع العقل العام يحدد حدوده ولكن اذا كان مقصودك وللاسف هذا هو في الغالب مقصوده يكون هذا حكم المرتبة الدانية من العقل العام على مرتبة العالية وهذه هي الطامة الكبرى أن يحكم السافل على العالي يحكم العقل الضدي، العقل الوهمي، العقل العرفي، العقل الاخباري، العقل الجدلي، العقل النقلي، العقل الخطابي على العقل البرهاني. يعني يعقل يحكم الداني على العالي. وهذا امر امر عجيب وغريب، مضحك. فاذا لا يمكن ان يكون ان احنا ننقض العقل العام بالعقل العام لانه الحكم المطلق. ولا يمكن ان ننقْد العقل الخاص أو نحجم العقل الخاص بالعقل ليه؟ الجدلي الذي دونه يعني العام يعني الذي أخص منه المراتب الدانية فلذلك لا يمكن أن يحدد أحد حدود العقل الخاص إلا إيه؟ إلا هو له حدوده إذن هو الذي يرسمها لنا ولكن توجه هنا العقل الخاص عندما يرسم حدوده ويضع لنفسه حدوده هذا الوضع ليس وضع اعتباري أو تصالحي أو توافقي أو سياسي عندما يقول حدي هنا هذا حكم تكويني يعني يقول أنا أعجز عن تخطي هذه الحدود توجه جيد آه يعني مو مثل المصالحة الفقهية أن أنا أرجع شويه شوي لا الأمر ليس هكذا هو عندما يقول حد هنا يعني تكوينا هنا يعني أنا عاجز عن تخطي هذا الحد انا عندما اقول لك انا حدي اقصى حد اقصى اقصى الثقة اللي ممكن ارفعه 100 كيلو هذا مو من اجل يعني من اجل خاطرك شيء توافقي تصل يعني انا اعلم من نفسي ان حدي 100 كيلو ما اقدر ارفع اكثر من ذلك تكويرا ما استطيع نفس الشيء العقل عندما يحدد حدوده يضع لانه عاجز يرى من نفسه بنفسه انه عاجز عن تخطي هذه الحدود إذن أولا العقل البرهاني معصوم ثانيا محدود ثالثا يرسم حدوده يعرف حدوده من حيث كونه عاقل السؤال الثاني الذي أشرنا إليه هو, هو أنه ما هي حدود العقل العقل محدود في موردين في الموضوعات الجزئية المتغيرة وفي الأحكام الاعتبارية وفي القضايا الاعتبارية هذا لا سبيل للعقل البرهاني إليها حكم برهاني ما في بعد لماذا؟ لأنه كما تبين في صناعة البرهان إن, إن الأحكام العقلية البرهانية لابد أن يكون المحمول ذاتي للموضوع والذات يكون للكل مو للجزئي الجزء لا حد له ليس بكاسب ولا مكتسب فبالتالي لا يمكن والجزء عبارة عن ما عبارة عن نفس الطبيعة الكلية اللي هي ما الكلية محفوفة بالعوارض الغريبة هذه العوارض الغريبة اتفاقية ولا يمكن للعقل نفسه ولا يمكن للعقل نفسه أن يتصورها أو يدركها أو يدرك ثبوتها لله بنفسه لهذه الطبيعة الكلية يعني العقل يمكن بنفسه يدرك ان الانسان حيوان ناطق ضاحك لان هذه قضايا نابعه من طبيعه الموضوع اما اللي يمكن ان يعرف من من بنفسه ان هذا الانسان ابيض او اسود طويل او قصير عربي او عجمي هذه كلها عوارض غريبه على الطبيعه الكليه والعوارض الغريبه لا يمكن العقل من حيث هو هو ان يدركها واضح ام لا؟ فهذه لا سبيل لا سبيل العقل ان يشخص الانسان يكون ابيض او اسود أن هذا الإنسان في الخارج أسود أبيض أم أسود لا يمكن في قضايا الجزئية المتغيرة لا سبيل للعقل البراني إليها إلا بالاستعانة بالمشاهدة والحس المشاهدة والحس أو التجربة أو ما في حكمها من التواتر لأن التواتر عدد الحسي التواتر لا ينقر إلا الأحكام الحسية التواتر عبارة عن حس حس منقول واضح أم لا؟ هذه القضايا الحسية لا سبيل للعقل البرهاني من حيث هو, هو أن يحكم عليها لكن بتوسط الأدوات الحسية يحكم إيه؟ عليها أما من حيث هو لم يدرك بعد فإذا القضايا يعني مثلا النبوة النبوة أصل النبوة الكلية حكم عقلي بمقتضى الحكمة والعناية والعدالة يثبت أن لابد يكون نبي لكن من هو النبي موسى ولا عيسى عليهما السلام ومعروف وما يعرف هو بنفسه ولا بد يكون في نبي عقلي يقول لابد أن يرسل حكيم نبي من هو لا ما أدري هذا يصل لك بطرق أخرى المعجزات أو التواتر أو القضايا هذه ولكن ما يعرف المشخ... الإمام لابد من الإمام حكم برهاني عقلي من هو الإمام علي حسن حسين زيد عمرو ما يعرفه المصداق الشخصي اللي هو عباره عن العوارض الغريبه على الطبيعه الكليه ما يدركها بنفسه يدركها لازم بالاستعانه بطرق اخرى هذا المحدوديه الاولى الموضوعات الجزئيه هذه المو... المحدوديه الاولى للعقل هذا خارج الحريم العقل البرهاني قضايا جزئيه التي يستعين فيها بال بالحس والتجربة أو ما في حكمها من التواتر وغيرها أما المحدودية الثانية الأحكام الاعتبارية كالأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية يعني إذا كانت السماوية أو وضعية هذه لا سبيل العقل البرهاني إلى معرفتها بنفسه لماذا؟ لأن حدها الأوسط عند من؟ عند المعتبر بقى. كما يقول فقهاء رضوان الله عليهم ملاكات الاحكام ليست في ايدينا يعني حدود الوسطى لها لماذا صلاه الصبح ركعتين الله العالم لماذا نتذكر مثل حظ الانسين الله العالم لماذا نخرج الخمس للعشر الله العالم هذه القضايا كلها لا سبيل العقل اليها من حيث هو هو لان حدودها الوسطى ليست في يده ما عند في يد من في يد المعتبر ولكن هو في مورد الشرع المقدس يعلم ان هذا الشارع حكيم هذا حكم عقلي برهاني والحكيم لا يوجب شيئا الا فيه مصلحه ولا يحرم شيئا الا فيه مفسده، فيعلم بتبعيه كل الاحكام الشرعيه للمصالح المفسده. لكن ما هي المصلحه؟ الله اعلم. طبعا احنا يمكن نجتهد ونعرف الحكمه من هذا الحكم الشرعي ولكن هذه ليست العله التامه، ومعلوم، معلوم الحكمه ما هي؟ الله اعلم. ما يصيح فقيه يدعي معرفه العله التامه للحكم الا اذا كانت منصوصه وهذا نادر جدا بل البعض ينكره اصلا. لعل التامة للأحكام الشرعية لا يعلمها إلا الله ورسوله وأهل البيت عليه السلام من خطب به أما نحن لا سبيل لنا يدنا قاصرة عن معرفته فإذا العقل يعلم حسن العدل لكن ما هو العدل في الميراث حكم العدل حسن العدل برهاني صحيح أما ما هو حكم العدل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا الأنثى مثل حظ الذكرين الأم تأخذ السلس ولا السدس الله العالم يقول لك اعطي كل ذي حق حقه ما هو حق الام حق الاخت حق الزوج حق الزوجه ما معلوم يقول لك لا لابد تعطيها حقها اما تعيين المصداق الحقيقي للعداله من الحقوق مثلا قص على سائر الامور الشرعيه لا سبيل العقل اذا احنا وصلنا الى ان الاحكام ايضا الاعتباريه اللي من ابرز صديقها القضايا الشرعيه لا سبيل العقل البرهاني اليها لاسباب لان الحد ملاكتها ليست عندنا وبالتالي هذان الأمران القضايا الجزئية الشخصية المتغيرة والقضايا الاعتبارية الشرعية الإخلاقية تقع في منطقة الفراغ العقلي هذا من مصطلحاتنا التي أبدعناها وضرورية منطقة الفراغ العقلي منطقة الفراغ العقلي هذا غير منطقة الفراغ الشرعي التي أشر إليها الفقهاء يعني التي ليس فيها دليل اجتهادي احنا نقول ما في القضايا المستحدثه وغيرها احنا منطقة الفراغ العقلي يعني التي لا يوجد حكما عقليا لا يوجد حكم عقلي فيها البتة ما فيها برهان بعد وهذه منطقة خطيرة لماذا؟ لأن منطقة غير محمية بعد غير محمية بالعقل البرهاني فيستعين العقل فيها بالأدوات الأخرى كاستعانته بالحس والتجربة أو استعانته بالوحي والشرع المقدس اذا في النهايه احنا عايزين نقول ماذا نقول نقول نحن في الحكومه العقليه هنا عندما نتكلم عن الحكومه العقليه مو التي هي حكومه العقل وحده بوحده الحكومه يعني التي يشكلها العقل يعني التي على راسها العقل البرهاني هو رئيس الحكومه وسائر الادوات المعرفيه تصبح في حكم الوزراء والمعاونين له لانه بمفرده ما يستطيع ان يدير الحكومه الحاكم مهما كان لو كان فقيه ما يستطيع ان يشكل حكومه بمفرده لانه هو لا يمكن ان يدير كل المؤسسات الاجتماعيه بنفسه المصانع والشركات والجيش والاستخبارات والمستشفيات والمزارع والمصانع لا يمكن وما في واحد متخصص في كل هذه الاشياء فيستعين يستعين بالمتخصصين في المجالات المختلفه فالحكومه العقليه التي يكون على راسها العقل بلا شك سيستعين بالمتخصصين في المجال الذي هو خارج عن حريمه يعني القضايا التجريبية يعتمد في على الأطباء المهندسين العقل نفسه في القضايا الشرعية بلا شك الفقهاء لهم الولاية المطلقة على هذا الجانب سائر الأحكام التشريعية والأخلاقية العقل لا سبيل إلى يستعين بها هو الحاكم صحيح ولكن بمعونتهم واضح إذا نحن العقل عندما يحكم الحكومة يشكل الحكومة العقلية في مملكة الإنسان أهم شيء أن في داخل مملكة الإنسان العقل أنه حكيم سيضع الأشياء في مواضعها الطبيعية بعد ما يخلط هذا بذاك القضايا الغيبية لا تثبت بالتجربة لا تثبت بالتجربة لا يسمح بأن يتدخل الحس أو المشاهدة في إثبات قضايا غيبية بحيث ينكر ما لا يحسه فيصير الحس لكن الحس في محله الخاص في الموضوعات الماديه الجزئيه هذا العقل يعين للحس ولا التجربه في مملكتها الموارد التي يمكن ان يعمل فيها ويوظفه ويستخدمه فيها فقط قضايا الشرعيه ايضا لا يمكن للعقل البرهاني ان يصل اليها بحيث يفتي فيها كذا بلا دليل ولا يمكن للحس ايضا المشاهده ان تصل اليها هي تؤخذ تعبدا من الشرع الحكيم ولا التعبد تعبد تعبد, تعبد حق في النهاية برهاني تحقيقي لان العقل اوجب لنا ان ناخذ هذه الاحكام من الحكيم ومن المعصومين عليه الصلاه والسلام. فهذه الامور تصبح في محلها فالانسان ما يخلط هذا بذاك ما يتجاوز على العقيدة ما يتجاوز على الشريعة ما يتجاوز على على التجربة وعلى العلم والتكنولوجيا كل يكون في محله هذا إذا انعكس في الخارج هذه في النهاية نختم كلامنا إذا انعكس على الخارج يكون الحكومة العقلية هذه التي تضع كل إنسان في محله وأن يحصل التعايش السلمي بين الاتجاهات المختلفة في ظل حكومة العقل يحصل التعايش السلمي بين الجميع ما أحد يضع على أحد الحكيم في محله الفقيه في محله المهندس في محله الطبيب في محله كل هذه الأمور تؤدي إلى قيام حضارة دولة حضارية قائمة على أساس العقل ونحن باعتقادنا هذه دولة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجها ستكون هكذا إن الروايات تشير إنه هو سيضع يده على رؤوس الناس فتزداد عقولهم ولا يمكن أن يحكم العالم بالسنن الطبيعية إلا مع تقوية العقول الناس ومع سيطرة العقل إنه هو يمثل العقل الظاهر كما جاء في الروايات الشريفة صاحب الزمان العقل البرهاني لكن يمشي على الارض فهذا سيشكل حكومه العدل الالهي وهذا احنا ما نصب اليه وما ندعو اليه وما نسعى اليه وما نجاهد من اجله فهذه خلاصه الوقت الان للاسف انصرم نترك بقيه النقاط المبهمه ان شاء الله للمداخلات والاسئله بعد ذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمرضاته وان يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين